عاد من الإصابة، عاد من بعيد. هنا ستلعب الركنية بالرأس، ممكن سايس بالرأس، ممكن فكرة. هنا كرة ترفع والرأس، تصدير جول، جول أول مبكر. أشرف حكيمي، نعم أشرف حكيمي يفتتح باب التسجيل. هكذا البداية وهكذا الانطلاقة. وأي انطلاقة مثالية يا مغرب، أي انطلاقة مثالية يا مغرب. موروكو ماروك، هنا الراية المغربية خفاقة في مدرجات ملعب بوكو، بفرحة وبابتهاج بأول جول يا أشرف حكيمي من أول ركنية ومن ثاني لمسة بعد كرة تنصيري. جاءت المتابعة هنا من أشرف حكيمي، حتى في الجول، حتى في الشبكة، حتى هنا في مرمى الحارس.